بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أنت أيها الإنسان، من أجل أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله ينبغي أن تكون محسناً. لذلك قال الله عز وجل: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. كما أن الله محسن إليك، منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، ينبغي أنت أن تكون محسناً. وكلمة محسن هي ألصق صفة بالإنسان المؤمن. محسن في كلامه، ما في بذاءة، ما في تهجم، ما في سخرية، ما في فحش، ما في طرف قبيحة محرجة تحمر الوجه، كلام منضبط. محسن في تصرفاته، محسن في زيارته، محسن في قيادة مركبته، محسن في تنظيم عمله. الإحسان صفة الواحد الديان، وكل إنسان مؤمن ينبغي أن يشتق هذه الصفة من الله عز وجل. يعني محسن في تربية أولاده، محسن في علاقاته، محسن في مواعيده، محسن في دعواته، محسن في أفراحه، محسن في أحزانه. إحسان يعني صفة جامعة مانعة. فكما أنك تكشف إحسان الله من خلال خلقه، يجب أن تكون أنت محسناً تجاه الخلق. يعني الزوج يجب أن يكون محسناً لزوجته، وعاشرهن بالمعروف، إحسان. محسن في تربية أولاده، علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. محسن في عمله، عمله متقن. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. أنا لا أصدق أن هناك صفة شاملة إلى درجة لا تصدق. في إحسان بالكلام، في إحسان بالمعاقبة، اتق الوجه. أردت أن تؤدب ابنك، اتق الوجه. الوجه كرامة الإنسان، فالنبي نهى عن ضرب الوجه على الكتف. بضرب معتدل، مو القصد إيقاع الألم الشديد، القصد لفت نظر. فمرة النبي الكريم أرسل غلام في حاجة وتأخر كثيراً، فغضب النبي. النبي بشر، معه سواك، قال له: لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. كلمة إحسان واسعة بشكل غير معقول. يمكن أن تكون محسناً في كلامك، وفي تصرفك، وفي تربية أولادك، وفي معاملتك لزوجتك، وفي عملك، وفي أفراحك، وفي أتراحك، في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والمؤمن محسن، والمؤمن يشتق هذه الصفة العالية من الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقربوا إلى الله بكمال مشتق من كمالات الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.